يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يستدل بقوله سبحانه وتعالى قال ولم نكن من المصلين بعدم وجوب صلاة الجماعة استدلالا بحرف من ولم يقل مع فتكون الجماعة سنة؟ في أدلة غير هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة، ورانا ناخذ هذه الآية ونترك بقية الأدلة، ورانا ناخذ دليل ونترك بقية الأدلة، هذه طريقة الزائغين والعياذ بالله. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وأيضا لم نكن من المصلين، المصلين في المساجد في صلاة الجماعة، نعم. لكن لو قدرنا الكلام لا صحيح نقول هناك أدلة غير هذه الآية، نضم هذا إلى هذا، نستدل بالجميع، نعم.